السؤال هذا ينبغي يعني أن يطرح على الحكومة وعلى الخارج الداخلية وعلى مكافحة الهجرة الشرعية وعلى وزارة الخارجية. لماذا لا يقومون بالرد على مثل هذه التقارير؟ هذا هو السؤال. لماذا يضطر أن يتكلم ولا يتكلمون هم؟ هذا هو السؤال. لماذا لا يواجهون هذه التقارير بالردود الرسمية تحال إلى الأممية؟ طيب سيد قاسم، انتم في انتم يعني بسيادتكم يعني تمثلون يعني الدولة يعني في الجهاز الذي تشغلونه حاليا. انا امثل حافظ رئاسة القوات المحلية وحافظ سواحل. نعم، وهذا الجهاز يعتبر جهاز تابع للدولة او مؤسسة الدولة يعني. يعني لماذا هذا هو السؤال؟ لماذا تقوم الأجهزة الاخرى والمؤسسات الاخرى في الدولة الليبية بأن تقوم بأداء واجبها في هذا الإطار؟ ظاهر مكافحة الهجرة الشرعية أو الهجرة الشرعية ملف خطير جدا على الدولة الليبية وعلى مستقبل الليبيا وعلى أمن الليبيا وديمغرافيتها، بل حتى جغرافيتها. هذا الملف ينبغي أن تتداعى كل المؤسسات للدفاع عن حقوق الليبية وعن رد هذه الاتهامات، خاصة عندما يذكر في التقرير أن هناك أجهزة تتبع الحكومة وتتبع الداخلية وغيرها. السؤال الذي يطرح لماذا يعني هذه المنظمة أو البعثة الأمم المتحدة التي تتواجد في ليبيا يعني هي تعرف الظروف الليبيين وتعرف الحالة الأمنية في ليبيا. هذه البعثة كان ينبغي عليها الأول حل لهذا الملف هو دعم الاستقرار في ليبيا، دعم حقيقي. أما ما تقوم به هذه المنظمة هذه البعثة للأسف الشديد هو عبارة عن تعميق الجرح وزيادة فترة معاناة الليبيين. طيب سيد قاسم، أنت ذكرت أن الحكومة ووزارة الداخلية والمسؤولين بشكل عام يعني يلتزمون الصمت، فهل هذا يعني يمكن أن نقول أن هذا الصمت يفسر بأنه موافقة لهذا التقرير أم ماذا بالتحديد؟ أنا لا أريد أن أقيم ولا أن أحدد. لا، حسب وجهة نظرك وحسب تحليلك يعني حسب ما تراه أنت يعني. كل إنسان في ليبيا يعرف أغلبية الناس التي تعي المشهد يتابع المشهد تعي لماذا هذا الصمت. أنا لا أريد أن أتحدث أكثر على هذا الصمت، أنا فقط وجهت اللوم أن كان لأن هذا الملف يمثل مستقبل ليبيا ويمثل الأمن القومي الليبي. يعني كان لا ينبغي أن تسكت هذه الأجهزة بالكامل. لماذا فقط أيوب قاسم يتكلم على هذا عندما من الذي يشرف على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا؟ الخارجية، أين الخارجية؟ أين لماذا لا الخارجية لا تقوم بإعطاء بعض الأشياء القانونية؟ نعم. التي موجودة يعني غير حقيقية حتى من الناحية القانونية في صياغة التقارير، صياغة عائلة، ليس هناك حقيقة قرائن شديدة أو قوية. إذا كان وجدت هذه القرائن فهذه المؤسسات التي تتبع الحكومة لماذا لا يتم نجمها؟ لماذا لا يتم تنظيمها؟ ولكن أقول لك في النهاية أنا أدرك أن نحن مهما أعطينا من قرائن ومهما حاولنا أن نحسن من أوضاعنا ولن يرضوا عنا، لن يرضوا عنا بتاتا، لأن هناك هدف ما في ملف الهجرة غير الشرعية يتجاوز ليبيا ويتجاوز حقوق ليبيا وأمنها. الناطق أو المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.